الدرم سليمان، عمري 14، أدرس في السنة الثالثة متوسطة طعبة خيرة. التحقت بالمدرسة القرآنية سنة 2015 وعفت رابعة وثلاثون حزب. الوالدين فيها عندهم مساهمة كبيرة في حفظ القرآن، كان بتحفيز المعلم لنا. التحقوا بمدارس قرآنية، قرآني ينجح في كلش، بالقراية تنجحوا في كلش. بسم الله الرحمن الرحيم. كافا يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن لدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورايا، وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هي، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعلني آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب وأوحى إليهم من سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر بكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها كان شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، فارسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك ناهب لك غلاما زكيا. قالت ربي أن لا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هي، ونجعله آية للناس ورحمة من عندنا، وكان أمرا مقضيا. فعملت فانتبذت به مكانا قصيا. فجاء المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطما جنيا، فكني واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي أنذرت للرحمن صوما، فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قوما تحمل، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني مباركا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا.